وإن لم تطلقوا سراحنا فسوف يأتي كل أصحابي في المنطقة وهتبقى ذروتة. خش عليهم بواحدة من أناشيدك يا فرج. أنشودة؟ يا دي الكلام القديم يا ابني، قصدك مهرجان. طب تصدق يا عبقر فكرة؟ بالراحة، قولي بس فاضل منه إيه؟ قصتي؟ آه قصتي، أجيبها كده هو، تجيلي كده هو، تجري كده هو، تجيلي كده هو. قصتي؟ آه يا ابني الإيه؟ عملتها إزاي دي؟ بست بست، تعالى تعالى، تعالوا أنتوا، تعالوا تعالوا. ده صاحبي عادل، ودي بقى تي بنت الفرعون اللي قلتلكم عليها. حكيت لهم عني؟ كده بقى أنا علمتكم كل حاجة عن المهرجانات. نشكرك بشدة يا فرج. نشكرك بشدة إيه بقى؟ أنتوا هتغنوا مهرجانات بالفصحى؟ هناك مانع؟ تصدق أنا نفسي أشوفكم مزنوقين في ميكروباص على 6 أكتوبر؟ أطلبوا ما تريدون. بعد إذنكم، إحنا محتاجين كام زهرة من دول. اوعوا تنسوا، عايز التاريخ كله يتكلم عن المهرجانات. مش هيلحقوا، هينقرضوا قبل كده بكتير.